اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. مطبخنا بساطه سهوله مرونه. دوري في المطبخ ان انا اديك الفرصه تعملي اكلات بسيطه وسهله في متناول الجميع واقل تكلفه، ولكن القيمه الغذائيه عاليه جدا تعلو قمه الهرم الغذائي. معايا النهارده السبانخ، يعني حديد، يعني معادن، يعني علاج للانيميا. هنعملها يخنا النهارده باللحم الضاني. اللحم الضاني معايا دسامه متوسطه مع سبانخ مع بصله مع تومه، ولكن الفكر الطهو فيها ازاي السبانخ ما تبقاش مصيصه معايا واقدمها بشكل لطيف وجميل. معايا النهارده القرع العسلي. قرع العسلي من خير ارضنا، الناس بتحسدنا عليه، رايحين الريف المصري جايين من الريف المصري، رايحين الصعيد المصري جايين من الصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. عايز اعمله النهارده عصيده بجوز الهند، واجمع ما بين جوز الهند والقرع العسلي مع شويه سكر او عسل، ونعمل طبق لذيذ قيمته الغذائيه عاليه جدا. لسان العصفور له نصيب معانا النهارده، هنعمله طاجن بالطماطم ويكون سبايسي شويه، لان الاولاد ساعات بيحبوا الطواجن اللطيفه اللي بتكون سبايسي. ولكن ازاي اعمل طاجن لسان عصفور بدون مكسبات طعم؟ سيبك من الحاجات اللي بتشتريها ما انتش عارفه ايه مصدرها، خلي الطعم يطلع من بين اصابع ايدك العشره زي امهاتنا زمان واكله ام البركه كلها. مش عايز اطول على حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده، والفكر الطهو هنا يعلو قمه الهرم، ولكن بقيمه غذائيه عاليه جدا وبتكلفه قليله جدا. هطلع فاصل صغير او هتروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم مع التفاصيل الصغيرة، ولكن المعنى كبير والطعم جديد. يعني ايه المعنى كبير والطعم جديد يا مغازي؟ يعني التفاصيل الصغيرة في الأكلة ممكن تركاية زي طشة الكزبرة الخضراء مع يخنة السبانخ بتودينا في مكان تاني بجد بجد. يعني الطشة مش في الملوخية وبس، الطشة مش في الفتة وبس، لا كمان مع يخنة السبانخ هنعمل لها طشة لطيفة وجميلة مع بعض. يخنة السبانخ باللحم الضاني، المقادير على الشاشة. كمية اللحمة حسب عدد أفراد الأسرة، ممكن نص كيلو، ربع كيلو، كيلو، مفيش أي مشكلة. معانا سبانخ، معانا بصلة حلوة، تومة حلوة، مكعبين من الزبدة، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل والبهارات العادية، ممكن البهارات كوبيبة صيني، عندك شوية قرفة حلوين. معانا كمان اللطافة النهاردة، الطشة بتاعت السبانخ هتبقى كزبرة خضراء مع تومة مع عصرة ليمون. إمتى هنضيفها ليخنة السبانخ؟ الكلام ده هنشوفه في التفاصيل. تعالوا نشوف مع بعض ازاي نعمل يخنة السبانخ باللحم الضاني. طاسة على النار شديدة الحرارة. شفنا المقادير مع بعض في متناول الجميع. معلقة سمنة حلوة كده. ونمسك اللحمة دي نشوحها. وانت بتشوحيها بتحط عليها البهارات الحلوة. وهقول لك على طريقة دلوقتي تخلي اللحمة تستوي معاك بسرعة. حذاري انك تضيفي معجون طماطم او طماطم للحم جوه وبيستوي. خد المعلومة دي مني وادعي لي. كلنا بنقول يا مغازي ليه اللحمة ما بتستويش معايا بسرعة. الطريقة الغلط اللي احنا بنتبعها في تسوية اللحمة ان احنا لما بنحطها على النار بنحط لها معجون طماطم او طماطم. بتعمل الطماطم او معجون الطماطم بيقفل المسام بتاعة اللحمة، علشان كده ما بتستويش معاك بسرعة. فطالما حطيتيها على النار بتديها التشويحه وتحط لها الميه، بتكون بتغلى على النار عشان نكسب من وقتنا، وفي الاخر بتسيبها تستوي هتطلع معاك بسرعه لطيفه. ولما انا بقول اللحمه تاخد صدمه ناريه على النار علشان نحافظ على الجوسي وعلى الطعم اللي موجود في اللحمه. السمنه هنا اتقدحت معايا زي الفل، حلو قوي. هعمل ايه يا عم الشيف؟ من غير اي توابل اخد اللحمه كده احمرها، من غير اي بهارات خالص، زي الفل، كأني بشويها من غير توابل. خلي بالك، الموضوع هنا مختلف. الله، على ريحه الضاني في قلب الطاسه ده، هو ده. الله على الريحه الحلوه. عايزه تشم ريحه اللحمه اذا حلوه ولا مش حلوه، وتشوف الجزار غشك ولا ما غشكيش، وتدعي له دعوه حلوه. ما تحطيش توابل كتيره للحمه وحطيها على نار شديده، هتطلع لك وتتكلم عن شخصيتها. حلو الكلام؟ تعالوا مع بعض نقلب اللحمة دي. عكس اللحم المشوي على الفحم. الله الله الله، هو ده. شفت التشويحة دي؟
شفتي التقليبه دي؟ اللحمه لونها اتغير؟ ما تتخضيش، انا عايز ده. مش هنزل اي توابل دلوقتي خالص الا لما اللحمه كلها كده لونها يتغير. الصدمه الناريه للحمه اللي بتشويها او الكبده اللي بتحمريها او الفراخ اللي بتشويها، فايدتها ايه لما تنزل على طاسه جديده؟ بتحافظ على الجوسي وعلى السوائل اللي موجوده في قطعه اللحم، سواء فراخ او لحمه، عشان نستطعمها. الله، حلو قوي. نبدا ننزل بالبصله الناعمه، دي مدرسه الطبخ، خلي بالك. ننزل بالبصلايه الناعمه، تبدا ميه البصل اللحمه تشربها، ننزل بتوم مفروم ناعم، تبدا اللحمه تشرب طعم التوم. قيمة غذائية، توم يعني درنيات، بصل يعني درنيات، يعني مفيد جدا لعلاج الكوليسترول ومريض الضغط. ما سمعناش حد قال من دكاترة التغذية أو العلم قال وأبحاثه قالت إن البصل والتوم لهم أضرار. سبحان الله، أي حاجة بتطلع من الأرض درنيات لها فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى، زي الجنزبيل، زي التوم، زي البصل. كلهم في قلب الحلة كده مع اللحمة بتاعتنا الجميلة. نبدأ نحط عليها البهارات، وخلي بهاراتك قليلة طالما اللحمة طازة، ولكن أساسي الفلفل الأسود مع الضاني، حكاية. ولادك مش عايزين يرشموا ريحة الضاني، حط شوية قرفة ناعمين بتشيل الزفارة بتاعة الضاني. دي كزبرة ناشفة، شوية قرنفل، الله على القرنفل والحبهان في سلق اللحمة، سنة بابريكا اللي الشيف المغازي بيحبها، ونقلب. اللحمة خدت طعم، ما تحطيش ملح خالص دلوقتي، الملح بيتحط في المرحلة الأخيرة من السوى عشان تعملي عملية توازن ما بين تسوية اللحمة ونسبة الملح اللي موجودة فيها. نبدأ نحط الماء المغلي، بسم الله الرحمن الرحيم، الله أكبر، ايه الحلاوه دي يعني. وسيب اللحمه تستوي، شوف ايه اللي وراكي في المطبخ تاني، هي دي الشطاره، اكسبي وقتك. نصيحه مني، فرن جاهز مولعاه في حاجه، هتعملي تورتايه، هتعملي اي حاجه، طالما ولعت الفرن حطي اكتر من حاجه ممكن تسويها، او حاجه مش هتستخدميها النهارده، مثلا حبيتين بتنجان والفرن مولع، تعملهم بكره بابا غنوج، تعملهم متبل مثلا، شويه بطاطس تشويهم، تعملهم بكره بطاطا بوريه او بطاطا بالكزبره، وهكذا. قرعية عندك، قرع عسلي لطيف وجميل، حطيه في الفرن يتشوي معاكي. بصل مشوي، الله، بصل المشوي ده لما تقشريه كده وتاكليه مع معلقه عسل، بصل وعسل من الاكلات اللي القيمه الغذائيه العاليه جدا. حلو، هنسيب الحله دي على النار تغلي يا عم الشيف، ونشوف ايه اللي ورانا بعد كده، ولازم نغطيها كويس كده. اتعلمنا ازاي نسلق اللحم لما نيجي نعمل يخنه، سواء يخنه السبانخ او يخنه الخبيزه، يخنه البطاطس، وهكذا. السبانخ معانا جاهزه، نبص عليها بصه كده من خير ارضنا. تشتري السبانخ تكون سبانخ ورقيه. دايما الشيف المغازي مدرسته بتقول ايه؟ غسيل الخضروات قبل التقطيع مش بعد التقطيع. يعني السبانخ جبتيها تغسليها وهي لسه ورقيه، بعد كده عايزه تغسليها تغسليها وهي سليمه. قطعتيها ما تجيبيش جنبها ميه، بتعملي خس، بتعملي جرجير، بتعملي سلطات فيها ورقيات زي الخس او الجرجير، ما يتغسلش خالص بعد التقطيع، يتغسل قبل التقطيع. هناخد السبانخ نقطعها مع بعض، وانا حابب ان احنا نقطعها قطع كبيره علشان شخصيتها تبان مع اللحمه. الورقيات زي السبانخ، زي الخبيزه، لما بتشم النار بتهبط. حلو الكلام. شويه اللي انتوا شايفينهم دولت اول ما يشموا النار مش هتلاقيهم، الله على السبانخ، بتتكلم مصري من خير ارضنا. عينيا، زي الفل. هنشيل ده من هنا، نوسع لنفسينا شويه عشان مخرجنا يرضى علينا. جوز الهند، سميته ناعمه، نخليهم على جنب كده. معانا السبانخ بالسكينه. ازاي الخضروات الورقيه تتغسل يا عم الشيف؟ وتحطيها في كاسرولة فيها ماء كتير، يعني مليانة مية،
وتسيبيها مرة واثنين وتلاتة عشان تتخلصي من الأتربة. دايما الخضروات الورقية بيبقى فيها أتربة نتيجة العوامل الجوية، نتيجة تعرضها للعوامل الجوية، الهواء والأتربة، وده الطبيعي الأرض الزراعية. عشان نغسلها صح، كرومباية تحشيها، خس، جرجير، سبانخ، خبيزة، بتحطيها في مية مرة واثنين وتلاتة لغاية لما تلاقي المية لونها حلو. هناخد السبانخ دي كده عينية اهو، نشيل دي من هنا خالص. مخرجنا عايز يجيب الصورة الحلوة. كلنا نعمل ونجتهد، فريق العمل، لإرضاء حضراتكم عشان نشوف صورة حلوة. ادي السبانخ اهوت بالشكل ده كده. اللحم بيستوي على النار. امتى هننزل بالسبانخ يا شيف؟ مش دلوقتي خالص. حلو قوي، يسلم ايديك. شويه سبانخ، على فكره بما ان السبانخ بين ايديا، السبانخ لو طازه بالشكل ده ممكن ناكلها نيه. عصره ليمون، زيت زيتون، تفركها جامد مع معلقه سماء، اكلت سلطه سبانخ زي الاجانب. المطبخ الغربي دايما بياكل السبانخ نيه. حلو. تاني قول لي الطريقه دي يا عم الشيف. السبانخ زي ما هي كده، عصره ليمون، شويه سماء، شويه زيت زيتون، فص توم ني، سلطه السبانخ اللطيفه الجميله. خلي بالك اللي بقوله ده في اي مطبخ غربي دايما بيقدموها. ممكن تقدمي معاها شويه عين جمل، شويه لوز، حسب الرغبه. حلو الكلام. خلصنا من السبانخ على النار، نخش على اللي بعده. معايا طاجن لسان العصفور، هعمله بالطماطم. مقاديره على الشاشه. لسان العصفور، معانا معلقه فلفله حلوه، معلقه معجون طماطم، معانا عصير طماطم، ومعانا بصلة وتومة وشوية بهارات حلوين. تعالوا نشوفوا ازاي هنعمل طاجن لسان العصفور واحنا شغالين مع بعض. المقادير على الشاشة، بساطة، سهولة، مرونة. بعلمك ازاي تقفوا في المطبخ تعملي اكتر من حاجة وانت واقفة في المطبخ. وقتنا كان من اسبوع او من 10 ايام ممكن اقف ساعتين ثلاثة. دلوقتي عندنا اولاد داخلين على المدارس، عندنا التزامات اخرى، عندنا مسؤوليات اخرى. الاهتمام بالاولاد، هم راجعين من المدارس، لازم يلاقوا الغداء جاهز، لازم يلاقوا لقمه تصبيره على ما نجهز الغداء. فمش عايزك تقف في المطبخ كتير، ما يبقاش معاك شيف شاطر بتشوفيه على القناه الاولى والفضائيه المصريه وتقفي لك 3 4 ساعات. في ساعه زمن اللي هو وقت البرنامج بتاعنا هتعملي اكتر من حاجه. مقادير لسان العصفور على الشاشه. لسان العصفور، طماطم، معجون طماطم، البهارات الجميله مع البصله والتومه. هبدا احط يا عم الشيف معلقه زبده مع معلقه زيت. ليه زبده يا عم الشيف؟ عشان الزبده هتساعد على تحمير لسان العصفور سريعا. تحمري بصله، تحمري لسان عصفور، بتحمري شعريه، حطي معلقه زبده، هيخلي لك الحاجه دي تتحمر بسرعه. لان الزبده بتساعد على الاحمرار سريعا. نقلب كده، ناخد السبانخ دي على النار دي. يا مسهل الحال يا رب. بسم الله. ده مهم جدا على فكره انك انت تكوني واقفه في المطبخ بتعملي اكتر من حاجه. حلو الكلام. اللحمه دي عايزه النار هاديه كده علشان تستوي معانا بسرعه. اهو ناخدها نحطها هنا، يلا بينا. وناخد دي نحطها هنا كده ونشتغل مع بعض. لسان العصفور فين؟ تعالى يا جميل. بيسالوني على السوشيال ميديا بيقولوا يا شيف مغازي، لسان العصفور ده عامل زي القمح كده يعني له سنبله؟ لسان العصفور بيتصنع زيه زي المكرونه، يعني هو شبه الرز بس ده مش سنبله، ده تصنيعه زي المكرونه بالظبط. في فورمات زي ما بتعمل الاسباكيتي وبتعمل اللازانيا وبتعمل المكرونه البنه والمقصوصه وهكذا، بيعمل لسان العصفور. السؤال مش عيبه يعني، انا وانا صغير كنت افتكره زيه زي القمح. اقصد زي الرز يعني. لان في رز بنفس الحجم اللي هو الريزيتو من المطبخ الطلياني، الريزيتو اللي بيتعمل بالسي فود او يتعمل بالدجاج او يتعمل بالجبنه الموزاريلا وهكذا. نحمر لسان العصفور كده. انا ببدا احمر مع لسان العصفور ده كده، معلقه بصل ناعمه وفص ثوم. يوم لسان العصفور ياخد طعم لان هعمله طاجن. التحميره دي كده، ننزل بالبصريه الحلوه، ننزل بالفص الثوم، واحنا بنحمره مع بعض كده هياخد لون. شفت المدرسه؟ يقوم لسان العصفور يشرب ويستطعم ويدوق البصله والتومه وهو على النار، واقلب كده على نار شديده
وانا بقلب ابص على اللحمه بتاعتي، اخبارك ايه يا حلوه؟ الضاني اه ريحه لطيفه وجميله، ما فيش زفاره، في قرفه، في تومه، في بصله، اه في بابريكا. قال وانا شغال، شفت ازاي واقفه في المطبخ بتعملي اكتر من حاجه وعينك على الحاجه؟ اه تقليب مستمر وعينك على الحاجه. معانا صوص طماطم، وعايز اعمل طاجن لسان الحلو ده كده، ببدا اقطع شويه فلفله حلوين، اغطيها تاني معلش. معانا يا عم الشيف اه فلفل ملون كده لطيف، بيدي لسان العصفور لون حلو. جوزك بيحب الحار، حط الحار الخفيش، بس لازم تسالي ضيوفك وجيرانك وحبايبك اللي هتاكلهم من ايدك. وايه المشكله لما اكون عامله اكل حلوه؟ ونخبط على الجيران، صباح الخير يا ام احمد، صباح الخير يا ام حماده، عينيه ايه قول لي. اهو اهو نقطع دول كده، عايز الون لسان العصفور عشان الاطفال بيحبوا الحاجات الحلوه دي كده الملونه. خلي بالك لما تيجي تقطعي الفلفل الملون ده تخلصي من البذور بتاعته، لان البذور ديت ملهاش اي فايده، لا بتتهضم ولا بنستطعمها. زي الفل، هنبدا نقطع الخضار بالشكل ده كده مكعبات. طبعا انتوا شطار في التقطيع، اتعلمته بالشيف المغازي، لازم اقطع بسكينه حاميه. هستاذن حضراتكم، خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد مع الشيف المغازي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وما زال التقليب مستمر. بقلب عيني على لسان العصفور، واخد بصله واخد تومه، خد الطعم بالشكل ده كده. ابدا انزل بالبهارات بتاعتي دي، مدرسه عمل لسان العصفور. دايما الطواجن عندنا المطبخ المصري بالذات بيبقى لها طعم كده حلو، مشطشط فيها طعم، فنهتم بالطعم شويه. ده معلقه كركم، معلقه بابريكا، شوية فلفل، الملح بتاعنا. الله هتاكل صوابع كرة حلوة. ونقلب دول كده مع بعض، ولسان العصفور بيتحمر. آخر حاجة هنزل بيها الطماطم، ياخد غلوة ويستوي. اه شفت اللون ده؟ شرب السمنة، شرب الزبدة. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ شوية لسان عصفور ما اكلتهمش قبل كده. اه بصلة، تومة، لسان العصفور، تحمير مستمر، تقليب مستمر على النار. اه حلو قوي. معانا فلفلة ملونة مقطعها قبل الفاصل، فاكراها؟ هو ده. تنزل هنا كده وخرجنا اساتذتي، هو ده. يوم برضو لسان العصفور يستطعم الوان الفلفل الملونة. ده طاجن زي ما قال الكتاب، خلي بالك. اه نقلب من غير لحمه يا شيف؟ والله بص هقول لك على حاجه حلوه، انا هعمل تركية دلوقتي، التركية دي هتعجبك قوي على فكره، بس انا ما رضيتش اقول عنها في البدايه، عايز اعملها لك كده مفاجاه سبرايز يعني. ايه يا عم الشيف المفاجاه بتاعتك؟ ان انا هاخد شويه شوربه من تسويه اللحمه احطهم على لسان العصفور. شفت المطبخ؟ شفت شقاوه المطبخ؟ اه اقلب كده. بتسلقي لحمه، عندك فرخه بتسلقيها هتعمليها مع ملوخيه، ايه المشكله؟ لسان العصفور ده لما ينوبه من الحب جانب. يلا بينا، هو ده المدرسه. اهو عشان كده انا بدات بسلق اللحمه الاول. اهو عندي شوربه اللحم الضاني، اللهم صل على النبي. هو ده هو ده، كفايه رضا. اهو الله عليك، ونغطيها تاني ونقلب. شفت المطبخ وشقاوته؟ الله ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي؟ اه خد طعم اللحمه؟ خد. اه وعلى عينك يا تاجر. نبدا ننزل بالفلفله الحلوه، انا عايز اخلص من الطاجن ده عشان ادخله الفرن.
معلقه سكر عشان الحموضه، جوزك بيشتكي من الحموضه، عنده مشاكل مع الكولون، مشاكل مع الهضم، مشاكل ارتجاع مريء، معلقه السكر بتحمينا وتخلصنا من الحموضه بتاعه الطماطم. ننزل بعصير الطماطم، الله، ونقلب. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ ده انا كنت فاكر لسان العصفور ده حاجه كده على الماشي. لا، ده بيبين بقى حبك للمطبخ واهتمامك في تقطيع الخضار، في الشكل، في اللون، في التفاصيل. الله، غلوه على النار، قومه على النار، نجهز الكاسروله، نجهز الطاجن وندخله الفرن. الله، تاكل صوابعك وراه، سيبيه يستوي كده وانا شغال. الملح ظابط؟ ظابط. بهاراتك ظابطه؟ زي الفل. عينيا، هنخليه كده على جنب ونجهز الطاجن. الطاجن على فكره اللي حابه تقدميه لضيوفك، دي افكار بقى. في حاجات بتتباع في المحلات شكل قلب ماشي، زي ده كده لطيف، كسرله زي دي ماشي. ايه رايك في شكل القلب ده؟ هو القلب ده. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يلا، هو ده. حاجة حلوة. تخلي جوزك يرجع من الشغل يلاقيك عاملة له الطاجن ده وفي الطبق ده، خلاص كده انت عبرت عن حاجات كتير جواكي. مش لازم بالكلام، بالفعل. والله العظيم زي ما بكلمك كده، المطبخ مفتاح السعادة الزوجية، المطبخ هو الوسيلة اللي تقدر توصلي بيها لهدفك. عايزة تجيبي نجفة، عايزة تجيبي التزامات عليكي، كلمة حلوة، غدوة حلوة. شفت الكلام؟ هو ده، زي الفل. الراجل يهمه في الآخر وفي الأول يرجع البيت يلاقي طبق حلو زي ده. هناخد زي ده ما هو كده وندخله الفرن. بس خلينا نجرنش كده معايا قرن فلفل أصفر، أنا ما حطيتش ألوان الصفرة في الطاجن. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد كده، لازم الشكل، لازم ترسمي لوحة فنية، لوحة فنية بالطعم ولوحة فنية بالشكل. ما تعتمديش على الطعم وبس، العين بتاكل يا أختي. وقسمنا القمر، وقسمنا القلب. درجة حرارة الفرن عندي 180، اللهم صل على النبي. والفرن بتاعنا جاهز، يتحط على الشبكة، ياخد لون ويتسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا، يلا بينا. طاجن لسان العصفور فيه تفاصيل كتيرة في قلب الفرن، والصورة من داخل الفرن تسبق الحديث وتعني مليون كلمة. ايه الحلاوة دي؟ ايه القلب ده؟ القلب ده بهديل كل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، فيه الخبرة الطهوية وفيه البساطة والسهولة. هما كل القصة كيس لسان عصفور جبته من أي سوبر ماركت من على الشارع أو من المنطقة اللي أنا فيها، ولكن الخبرة الطهوية والإبداع الطهوي الكلام ده بنشوفه على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. نعم يا مخرجنا. حاضر، عينيا، عايز اشوف القلب اللي في الفرن. بص على القلب، لسان العصفور، الصورة الحلوة. بجد انا بحب الطواجن المسبكة. ايه الجمال والصورة الحلوة دي؟ اخترت لون انا ما حطيتوش في لسان العصفور زي الفلفل الاصفر، هي دي التركاية. فخد الشكل مع الأحمر مع الألوان الحلوة. تعالوا مع بعض على اللحمة بتاعتنا ما تستوي، نشوف نعمل إزاي القرع العسلي مع جوز الهند، عصيدة مكوناتها لطيفة وجميلة من المطبخ الشامي. قرع عسلي، مية زهر، فانيليا، جوز الهند، سكر. كده كده القرع العسلي مش محتاج سكر، هو كده كده مسكر، خاصة بتاع خير أرضنا. رايحين على الطريق الزراعي، رايحين على الصعيد، بنشوفه طبعا عند الناس الطيبة بتبيعه على الطريق. قرع عسلي معانا، سميتة ناعمة معانا، قرع عسلي معانا، كمان جوز الهند معانا، سكر
حلو الكلام، مقادير بسيطة وسهلة، ولكن الطاجن ده هيبقى لطيف وجميل هنشوفه مع بعض. والمقادير على الشاشة، بسيطة سهلة لا تتعدى أصابع اليد الخمسة، ولكن القيمة الغذائية عالية جدا. طاسة شديدة الحرارة فيها سمنة بلدي، والبلدي يوكل. دي سمنة بلدي اهي. حلو قوي، جميل قوي. نقلب كده، سيب السمنة تسيح كده. شوفي بقى التركية، المدرسة اللي أنا هشتغل بيها دي تعملي عصيدة بالتمر، عصيدة بالقرع العسلي. أنا هعملها دلوقتي بالقرع العسلي والقرفة، هتاخد طعم جوز الهند. نقلب كده السمنة، الله على الريحة الحلوة. أول حاجة هنزل بيها يا عم الشيف السميت الناعم. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. الله الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. السميد بتاع البسبوسه عارفاه، هو ده. ونقلب السميده الناعمه، الله ايه الحلاوه دي يا عم. واستنى على السميد شويه، اديله فرصه يشرب السمنه وياخد طعم السمنه. نعم حاضر، عينيا. عايز اشوف اللحمه، عايز اشوف الهبر. اوعي تغلطي، والمعلقه اللي بتقلبي بيها السميد تحطيها في اللحم. خلي بالك. نقلب كده السميده، استنى عليها لغايه لما تاخد الشماخه وتتحمر في السمنه البلدي. تقليبه، الله الله على الريحه الحلوه، ريحه السمنه مع السميد بتفكرني بالبسبوسه. اخبار اللحمه ايه؟ نبص عليها مع بعض. يلا نملحها بقى، الله زي الفل. نظبط الملح بتاعنا عشان ننزل بالسبانخ ونقلب. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. ننزل بالسبانخ، يلا السبانخ. لحظه الحسم، سبانخ ورقيه مع اللحم الضاني، مش هقلبها انا، انا هحطها كلها مع بعضيها واغطي الحله. خلي بالك انت هتشوفي شكل الحله تتخضي، تقولي يعني الفيل الشيف كان كبر الحله شويه هيخسر حاجه. اصبر على رزقك يا ست الكل، اصبر على رزقك يا باشا. كل اللي انا اعمله دلوقتي هغطيها لمده دقائق معدوده، وهنشوفها بعد كده راحت فين السبانخ. يلا بينا، يلا بينا، هو ده. يلا ونقلب. ادي السميتة، شمت ريحة السمنة، عايز اولع النار دي. خلي بالك التقليب مستمر مع السميت والسمنة على النار. وانا شغال كده. اوعى تتحرق منك، خلي بالك تاخد لون منك، لا كلها تبقى لون واحد. السمنة البلدي مع السميت على النار وانا شغال. هعمل تركية دلوقتي هتدعيلي. اخواننا الشوام اللبنانيين والسوريين عندهم انواع الحلويات ويتميزون، خدي تحتها خطي دي، ويتميزون باستخدامهم لماء الزهر، سواء في حلاوه الجبنه، سواء في السفوف، سواء في بعض انواع الكنافه زي المبرومه وزي البلوريه وزي الفستقيه. ماء الزهر، امتى نضيف ماء الزهر؟ قال لك عطشان يا سمراني اسقيني محبه. الله عليك، دي ماء زهر. شم الريحه الحلوه دي كده بقى، على بعد الشارع. يعني جوزك لو طالع الباب العماره هيشم الريحه الحلوه دي كده. يا ويلي يا ويلي، هو ده. تمام، دي ميه زهر، حطها على السميد كده. الله على الريحه الحلوه، الله هو ده. بالمناسبه نفس الطريقه ممكن نعمل حلاوه الجبنه، تحمير السميد في سمنه بميه زهر، بننزل بالجبنه العكاوي المنقوعه في الماء للتخلص من الملوحه، بناخدها بنعصرها بنحطها على السميده الناعمه ونمطها وتطلع معايا حلاوه الجبنه. انا بديكي فرص وانا شغال كده نتكلم في كذا حاجه. طعم الفانيليا، الله، شويه سكر،
ونقلب. الله على الريحه الحلوه، ريحه ميه الزهر مع الفانيليا قلبت ريحه الاستوديو. الله الله، هو ده. نعم، ده انا اوريك حاجه حلوه دلوقتي على فكره، اوريك السبانخ راحت فين دلوقتي. نقلب على نار هاديه، دي اسيبها كده وتعالوا نبص على السبانخ مع بعض. الشكل طبعا كده ايه لطيف. ها بص على السبانخ بقى وشقاوة السبانخ. بسم الله الرحمن الرحيم. ده مش هتبان من اللحم. راحت السبانخ، شفت ازاي؟ الخضروات الورقية بالذات، سبانخ، جرجير، رجلة، خس، خبيزة. الله، سيبها على النار. شفت الخضار والحلاوة؟ يلا يا نعم. الله عليك، شفت حتة اللحمة الضاني؟ بص الضاني، أنا عارف. طلع لك اتنين عيني. شفت اللحمة؟ شفت الحتة اللي قدهن؟ الله، الحلاوة، ايه الجمال ده، مع سبانخ، القيمة الغذائية موجودة هنا. ممكن على فكرة تحط شوية عدس أو شوية رز، عدس أصفر أو شوية رز، اختياري يعني. بس أنا بصراحة مش عايز لا عدس ولا رز. ليه بقى؟ أنا عايز السبانخ كده تبقى شخصيتها قوية في قلب اللحمة. سيبها على النار. نعم يا غالي، حاضر، عينيا، طلع لك الطاجن. أنا عايز أعمل طشة للسبانخ، دي حكاية. نطلع الطاجن. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ ابن حلال. بسم الله الرحمن الرحيم. طاجن لسان العصفور زي ما قال الكتاب. كتاب مين؟ زي ما قال المغازي. ألف هنا وشفا. يلا بينا، تعالوا مع بعض نجيب طاسة حلوة كده عشان عايز أعمل الطشة. هي الطشة يا عم الشيف، طشة السبانخ بالكزبرة الخضراء، وإحنا مع بعض كده واحدة واحدة. فين النار؟ آدي النار. حلو؟ إيه الأخبار؟ تمام، هنحط معلقة سمنة. طشة للسبانخ بالكزبرة الناشفة والكزبرة الخضراء، الاتنين مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، نخليها كده على جنب خلاص. تعال نشتغل هنا، نصبر على السمنة دي لما تسيح. بسم الله الرحمن الرحيم، ايه الحلاوة دي؟ نبص على السميد الناعم. الله، معانا القرع العسلي مسلوق ومضروب في الخلاط. اوعى تغلطي يا ست الكل يا شرباطه يا امي، وتستخدمي المعلقه اللي بتقلبي بيها السبانخ تحطها في الحلو، باظت القضيه، خلي بالك، اوعي. ونقلب وتقولي نسيت. الله الله، جيب الحلاوه دي، جيب الجمال ده، جيب الدلع ده، جيب الابتكار الطهوي ده. ده قرع عسلي فوائده كتيره لا تعد ولا تحصى، حتى اللب بتاعه مفيد جدا وقيمته الغذائيه عاليه جدا، بيتباع بالجرام عند اخواننا بتوع المحمصات. ده قرع العسلي مفيد جدا، مشاكل الحموضه، مشاكل القولون، مشاكل الهضم. عناصر غذائيه كتيره. شفت القرع العسلي مع سميته؟ الله، الطبق ده بهديل الاطفال وكبار السن وصغار السن وكل افراد العائله، وخاصة الكبار، لأنه سريع المضغ، سريع الهضم. الله. ونقلب. سيبها على نار هادية. سيبها يا عم الشيف على نار هادية خالص. على النار دي كده. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف مع بعض نعمل الطشة ازاي، والسبانخ بتاعتنا على النار. السمنة معانا، فين التوم؟ آدي التوم. كزبرة خضراء وكزبرة ناشفة، كأنك بتعملي طشة للملوخية بس من غير كزبرة خضراء. ادي الثوم. كزبرة ناشفة. عينيا. ونقلب. شفت الحلاوة دي؟ لسه ما خلصتش. اشم ريحة الكزبرة مع التومة والسمنة البلدي. انزل بالكزبرة الخضراء بتاعتي الحلوة. الله. شفت بقى التركية دي بقى؟ لسه ما خلصتش.
اصبري على رزقك يا شرباطة، هعلمك ازاي تعملي يخنة السبانخ محدش عملها زيك، ممكن تكون ماما او حماتك عشان هي قاعدة جنبك دلوقتي، هتقولك انا بعملها احسن من الشيف، قولي لها اه طبعا يا حماتي، انت ايدك تتلف في حرير يا حماتي، اوعي تقولي لا، خلي بالك، خلي اليوم يعدي. هناخد الشوربة الحلوة دي مع بعض كده، اللهم صل على النبي. شوية شوربة، شوف هعمل ايه دلوقتي، يلا بينا يلا بينا. هو ده هو ده. ونرجع دي تاني للحلة. الله الله على الريحة، يلا بينا. هو ده، ألف أنا وشفا للي ياكل. أنا بعشق السبانخ. الله، لا الموضوع يفرق هنا، تاكل حتة اللحمة ولا تاكل السبانخ ولا تشرب شوية شوربة، ده عايز إيه يا عم الشيف للأمانة؟ دي ما تعدينيش طبعا، خلي بالكم محتاجة شوية رز أبيض، رز أبيض معمول بالزيت وورقتين لورا وفصين حبهان، موجود معانا في الاستوديو؟ موجود معانا. عدلها شوية رز أبيض وألف أنا وشفا. أنا كنت زمان أكلها دي، أحطها على الرز وأعملها كده وأقلبها مع بعضيها وآكل. معانا الرز الأبيض معانا، اللهم صل على النبي. يخنة السبانخ نحطها هنا. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ يلا بينا. جاهزة؟ جاهزة. بسم الله الرحمن الرحيم. يخنة السبانخ بالطشة. اللهم صل على النبي. ألف هنا وشفا. نروق الدنيا. إيه السرعة دي يا عم الشيف؟ يعني أنا لو دخلت المطبخ زي حضرتك كده يا عم الشيف في التايم بتاعنا ساعة إلا ربع تقريبا، صح يا مخرجنا؟ هقدر أعمل الأكل ده؟ أنا معاك أهو. في شوية تحضيرات ما ننكرش، بصل متقطع، ثوم متقشر، وأنت ممكن تعملي الحاجات دي في البيت. إيه اللي يمنعك؟ بدل ما نقعد على التليفون، هتجيبي الثوم تقشريه وتضربيه في الكبة وتحطيه في مكعبات التلج وتخزنيه، او في كيس نايلون وتخزنيه كده. خزنت التوم تستخدميه وقت ما انت حابه. بصلتين هتقشريهم وتفرمهم بالكبه. دلوقتي في كبه تفرم لك البصله في اقل من ثانيه. حلو الكلام؟ زي الفل، تمام. التحضيرات دي مطلوبه، التجهيزات دي مطلوبه، ما يمنعش ان احنا نعصر عصره ليمون على السبانخ. خلي بالك، ما ينفعش ان انا اعصر ليمون على السبانخ وهي في النار. ليه يا عم الشيف؟ عشان فيتامين سي والحديد الاثنين مع بعض، لا ممكن بعد ما تطلع من النار، ويا سلام لو بردت شويه. خلي بالك من الحاجات اللي بقولها دي، مفيده جدا. وخلي بالك عصره الليمون على السبانخ وهي سخنه بيخليها تسود. تعالوا نغرف مع بعض العصيده بتاعتي، سيرفيس حلو زي ده كده جميل. الف هنا وشفا. ممكن نزينها بشويه لوز، يا مزاج اللوز. نزينها بشويه جوز الهند اهو. الله، ألف هنا. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ معلقتين من دولت، على فكرة ممكن تحطها في كاسات وتحطها في التلاجة. جوزك قبل ما يروح على الشغل ياكل كاسة من دي، هيتن طول النهار فاكرك ويدعي لك والله العظيم. والمرات النهاردة فطرتني قرع عسلي مخليني طول النهار باور. فيها سمنة بلدي، فيها سميطة، ممكن تحط عسل خليك أنت أحسن مني، أنا حاطط سكر. أزينها بجوز الهند. مطبخنا النهاردة بساطة، سهولة، مرونة. التكلفة المالية لا تتعدى أصابع اليد الخمسة، ثلاثة تعريفة يعني. شوية سبانخ، حتة لحمة ضاني، ممكن تجيبه نص كيلو ربع كيلو مفيش مشكلة. معانا عملنا يخنة السبانخ باللحم الضاني، عملنا طاجن لسان عصفور بيتكلم مصري، عملنا القرع العسلي بطريقة جديدة، عملناه طبعا عصيدة بشكل لطيف وجميل، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، بنهديها للاطفال عشان داخلين على المدارس ونجهزهم ونحضرهم. ولكن الاهم من ده كله، تخش مطبخك وانت عندك طاقه ايجابيه. لما بقول مفاتيح السعاده الزوجيه هي المطبخ، الكلام له معنى كبير وتفاصيل كتيره ومعنى كبير، علشان تقدر توصلي لهدفك لاولادك واسرتك وجوزك يقول لك تسلم ايدك يا ماما. بساطه، سهوله، مرونه. بنتابع برنامجنا اكله امي كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.